10 تدريبات الوحده الثالثه للصف الرابع الابتدائي. اول سؤال عندنا: اكتب كلمه صح امام العباره صحيحه وكلمه خطا امام العباره غير صحيحه. عاش الانسان ابو مصر القديم عصر الحديد قبل عصر النحاس. طبعا الاجابه عندنا خاطئه لان عصر النحاس بدا الاول. تبدا عصور ما قبل التاريخ ومعرفه الانسان الكتابه. احنا قلنا قبل ما قبل التاريخ يعني ما قبل معرفه الانسان الكتابه، الاجابه خاطئه. تبدا عصور ما قبل التاريخ تبدا العصور التاريخيه بمعرفه الانسان الكتابه. طيب قامت الحضارة المصرية القديمة على نهر النيل، الإجابة صحيحة. نجح الملك مينا في توحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد، طبعا الإجابة صحيحة. هنا هنقارن بين أدوات الإنسان المصري في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. طبعا العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث صنع الإنسان أدواته من الحجارة، ولكن في العصر الحجري القديم صنع الإنسان أدواته من الحجارة ونحتها بدقة أو ونحتها ببساطة أو استخدمها كما هي. طب العصر الحجري الحديث استخدم الإنسان أو صنع أدواته من الحجارة ونحتها بدقة وطوعها باستخداماته وصنع الأواني الفخارية. طيب المساكن قديما وحديثا. المساكن قديما كانت تصنع من الطوب اللبن. طب وحديثا طبعا من الطوب الأحمر. حياة المصري القديم فوق النضال في وادي النيل. طبعا حياة المصري القديم فوق النضال كانت مملوءة بالخوف والقلق وايه والتنقل والترحال وعدم الاستقرار. طب في وادي النيل طبعا تعلم الزراعة وتعلم الاستقرار على الفضة النيل. مملكة الشمال ومملكة الجنوب. ما نيجي نتكلم عن مملكة الشمال ومملكة الجنوب، طبعا مملكة الشمال قلنا عندنا العاصمة بورتو. طيب والطب التاج الأحمر. طيب وعندنا كمان الشعار نبات البط. طيب ومملكة الجنوب طبعا العاصمة كانت نخل والتاج الأبيض والعاصمة والشعار زهرة اللوتس. ماذا يحدث إذا استمرت الأمطار تسقط فوق النضال؟ طبعا لو استمرت الأمطار تسقط فوق النضال لم يترك المصري القديم النضال وينزل إلى وادي النيل ويتعلم الزراعة والاستقرار. استمرت الوحدة في البلاد عام 4242، طبعا دي الوحدة الأولى، لم تتحول أو لم تعد البلاد إلى مملكتين متحاربتين، مملكة الشمال والجنوب، ولم تحدث الوحدة الثانية على يد الملك نيل. طب لو لم يجري نهر النيل في مصر، طبعا تصبح مصر صحراء جرداء، ولم تكن الحضارة المصرية القديمة، ولم يتعلم الإنسان الزراعة والاستقرار. وكده خلصنا تدريبات الوحدة، والسلام عليكم.